سي بور ساك سيتي با بون دو نو با لو ليسي مونتي فوالا ان شاء الله يا رب. هذه من سينفذ بغداد ضربة جزاء حقيقية. بغداد بونجاح ام انه بلايلي او رياض محرز؟ مازال ما شفناش البانش. البانش تاع عطال وحده عبالك كي لي امبرسيون. طلع الاولى امبرسيون صالح المنتخب. بالك سي اوكازيون تاع باش يزيد يبين المستوى تاعو، بالك يبدل ليكيب. صح هو ثاني ما تنساش ريسكا هنايا، ريسكا تاع الساعه، ريسكا خلا بلاصتو مي جابها في الصواب. شكون راح يديرها؟ يديرهم لي زاكسيون. شكون راح يديرها؟ تنفيذ ضربه الجزاء بلايلي او بلايلي يوسف بلايلي بنجاح. بنجاح بغداد بنجاح في تنفيذ ضربه الجزاء. هل سيفعلها بغداد بنجاح؟ ان شاء الله في الشباك، ان شاء الله هو ان شاء الله في المرمى. بغداد كرة، ما زالت كرة لمن تصل لإسماعيل بن ناصر. هايلة 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 شوف. يا سلام يا سلام على فخر الجزائر وفخر العرب. رياض محرز بوم جول. تري 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 بون بريستاسيون جوسكا بريزون. هدفين مقابل صفر.